بالنسبه للانيمي الانيمي كاين شنو كنسميوه هذاك الملفوف الاحمر. نعم داك هذا مكور المكور الاحمر والمكور الابيض والبقوله. نعم. وكذلك الفصه وكذلك الربيع د القمح والربيع د الشعير. نعم. فاش كنقول ربيع د القمح الربيع اللي ما كيفوتش الطول ديالو 10 سنتيم. نعم. والربيع ديال القمح ولا د الشعير الربيع اللي ما كي لما كتنبت الحبه وكيتبقى تغادى في الطول ديالها حتى كتوصل 10 سنتيم تما كنقطعوا. هادو سبحان الله فيهم واحد الكم هائل ديال ما يسمى بلاك كلوروفيل. نعم. ولا كلوروفيل بمجرد ما كتدخل الدوره الدمويه اشنو الفرق ما بين لا كلوروفيل والهيموغلوبين؟ الفرق ما بيناتهم هو النوايو. النوايو ديال لا كلوروفيل هو المغنيسيوم والنوايو ديال الهيموغلوبين هو الفير. لما كيدخل الكلوروفيل للدوره الدمويه كيخرج داك المغنيسيوم ولو فير اللي كاين في لي زيبينار ولو فير اللي كاين في البقوله كيتهز من تمايا ويدخل في داك لو نوايو ديال الكلوروفيل وكتولي ليا كريات حمراء. شو سبحان الله بطريقه عجيبه كتم التحويل ديال الكلوروفيل الى هيموغلوبين وكيتزاد النسبه ديال الكريات الحمراء وكيتزاد الاحمرار ديال الوجه. اضافه الى ذلك تاخذ اللبا. نعم. اللبا يعني داك الحليب ديال 3 ايام اللي كيخرج من 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 الماعز او الحليب ديال 3 ايام اللي كيخرج من النعاج. هذاك هو افضل لبا اللبا اللي يمكن اللي ياخذه الانسان وكيطلع من المستوى ديال الكريات الحمراء وكيطلع من المستوى ديال كذلك الحديد نظرا للتواجد ديال اللاكتوفيرين في هذه المواد بواحد الشكل كبير وكبير جدا. الا خذات هاد الوصفات بهذا الشكل هادو ممكن ان الاخت نبيله هذاك المشكل ديال الانيميا. نعم. وهذاك المشكل ديال السخفه اللي كاين عندها والمشكل كذلك ديال لاميب اللي كاين عندها الا تبعت هذه النصائح نتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يفك الحال ديالها.